اوكي، احنا ممكن ندردش كده 3 4 دقائق حتى في نفس الموضوع قبل ما نبدا التوبكس الاساسيه في الليكتشر. زي كل مره بنقول ان الاساسيات بتاعه دكتور الاشعه انه يكون شاطر في الاناتومي، شاطر في الكلينيكال. ده اللي علمه لنا استاذنا الفاضل ربنا يبارك له دكتور ممدوح محفوظ. الكلينيكال هيفيدنا، ايوه هيفيدنا في حاجات كتير. احنا قلنا دي المواضيع بتاعت الامرجنسي اللي لازم نكون ملمين بيها جدا وبيجينا يوميا. النهارده هتلاقوني مثلا حاطط اعتقد 3 أو 4 حالات جات لي امبارح، يعني مش هقول لكم مثلا جات من فتره طويله، لا امرجنسي فاسكولار امرجنسي وبتيجي يوميا. الكلينيكال بيفرق معانا؟ ايوه بيفرق معانا. هحاول اعلي الصوت كده تقريبا الماكسيمم، احاول ربنا يكرم. فالنهارده مثلا هنتكلم على نقطه الفاسكولار امرجنسي. الفاسكولار امرجنسي تفتكروا ممكن تكون ايه؟ احنا هنا قسمناها تقسيمه كده بسيطه خالص، واقول لكم هنقعد 2 3 دقايق كده قبل ما الناس تكتمل نتكلم في نفس السلايد دي. واعتقد عندك انت يا دكتور بقى المشكله، لان انا هعمل ايه، ده اخر الصوت عندي. طيب احاول كده الصوت، كده الصوت احسن. لا الصوت كويس يا دكتور، الصوت كويس جدا يا دكتور اسماعيل. هو بيبقى في حاجه في الـ يعني الـ لان دي بقيه الناس بيقولوا ما فيش مشكله يعني. تمام، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، شكرا. فكنا بنقول لكم يا شباب الكلينيكال يفرق معانا، يعني ايه؟ دي اشهر الانديكيشنز اللي ممكن تجي لنا كاميرجنسي دوبلر ستادي. اكيوت ليمب سويلنج، اكيوت ليمب سويلنج نفكر في ايه؟ فكر في دي بي تي طبعا، والكلينيشن نفسه هيقول لك استبعد لي دي بي تي، انا بطلب فينس دوبلرز. طب لو لقيت الاستادي نورمال تقف على كده، لا انت كده ضريت العيان، لازم تكمل. ايه سبب الايديم؟ ايه سبب السويلنج؟ لان ممكن يكون عكس الدي بي تي، وانا اجيب لكم حاله النهارده كده اللي هي عباره عن ايه اللي عكس الدي بي تي. لو الكلينيشن شاكك في دي بي تي وانت قلت له نورمال وهو لسه ستيل شاكك في 20% ما بيظهرش وهو اورينتد بالمعلومه دي، فممكن يبدا ثرومبوليتك ثيرابي. تمام، على ان ايه هي دي لسه ما ظهرتش في الاشعه. طيب النقيض بقى اللي ممكن يضيع العيان ان يبقى في حته هيماتومه صغيره وعدت منك وهو بيدي ثرومبوليتك، الهيماتومه تكبر هوب دخل كومبارتمنت سيندروم. لا انا لازم اركز قوي في الحالات دي، لان النقيض بتاع الدي بي تي يضيع العيان مع التريتمنت بتاع الدي بي تي، فلازم نركز فيها قوي. انت ما لقيتش دي بي تي، ايه سبب السوين؟ خصوصا لو كان يونيلاترال واكيوت. طيب اكيوت ليمب بين، الله، مش ممكن يكون برضو بداية دي بي تي؟ ممكن، يعني فينس ستادي. مش ممكن تكون بداية اسكيميا؟ ايوه، هتلاقي في بعض الكلينيشنز طالب لك، وخصوصا لو ما كانش فاسكولار سيرجن، هيطلب لك ارتيريال اند فينس. تمام، هو مبدئيا لما بيجي لي الطلب ده انا ببقى عارف ان هو مش فاسكولار سيرجن يعني، وبقول بقى ربنا ييسر الحال كده انا مع العيان. ابدا اخد بقى انا الكلينيكال بتاعي، انت بتدخن، انت رجليك مثلا بيجي لك الوجع ده بعد 2 3 دورين تطلعهم بعد تمشيه معين، انت اشمعنى؟ علشان اقول ده كلوديكيشن بين ولا لا. تمام، احاول افرقه، لا ده جالي مثلا بعد مثلا ماتش كوره بعد كذا وهكذا، يعني احنا نحاول ناخد الهيستوري. طيب اكيوت ليمب اسكيميا، لا دي هتبقى حاجه صريحه جدا، انا بس بيبقى مطلوب مني في فعلا اوكلوجن، يعني في ثرومبس الليفل بتاعها قد ايه، ويا حبذا بقى لو كانت ثرومبس ولا امبوس. هوريها لكم دلوقتي او النهارده ان شاء الله رب العالمين، لان دي هتفرق معانا في المانجمنت. الامبولس اجري، تمام، اما الثرومبس اللي هي الانسيتيو ثرومبوز غالبا ده كرونيك بيشنت. برضو من ضمن الانديكيشن الاكيوت سيريبرال، يعني ايه الاستروك او الاخف منها التي اي اي، هيطلب لها دوبلكس، هيطلب لها دوبلكس. طبعا الادق لو كان بقى ام ار اي، بس دي مش موجوده في كل الايه، كل الاماكن، خصوصا في الاماكن الاقليميه اللي معظمنا بيشتغل فيها. طب الدوبلكس انت مطلوب منك ايه؟ ايه الحاجه اللي هتحتاج انترفينشن؟ يعني في ستينوزس سيجنيفيكانت ولا لا؟ في بليك السريتنج ولا لا؟ طب العيان جاي بوستيريو سيركيليشن سيمتومز،
فين ايه حاله الفرتبرا وهكذا. طبعا برضو في ابدومينال، في تشيست، زي الحاجات اللي هي تيرنج بين، انا ممكن افكر في دايسكشن. في بعض الكيسز بيطلب فيها ايمرجنسي دوبلر زي الدايبيتس، الدايبيتس وجانجرين. انت بتدور عليه، هجيب لكم حاله برضو النهارده، مش مجرد الاسكيميا. لو انت وقفت عند حدود الاسكيميا العيان هيروح منه. هقول ليه؟ السيكل سيل برضو من ضمن الامرجنسي دوبلر، مش مجرد الدي بي تي، الرجل بتبقى وارمه، بس خلي بالكم العيان ده عرضه ليه ابسس فورميشن، عرضه ليه اوستيومالايتس، فعرضه سيبتيك ارثرايتس. في حاجات كتير هنشخصها، والحاله هيبقى مطلوب لها دوبلر، ومع ذلك انت ايه هتطلع صوت تيشو ابنورماليتي. كذلك الدياليسيس بيشنت هنحاول برضو نتكلم عليه كده واحنا ماشيين ان شاء الله، يعني نحاول نغطي كده المواضيع الاشهر في خلال ساعه. طيب انا دلوقتي عايز انتر اكتيف وتحاولوا تشاركوني. عيان جاي ببايلاترال لور ليمب ايديما، تفكروا في ايه؟ ايه اللي انت ممكن تلاقيه مثلا في الدوبلر، ويا ترى ايه السبب؟ اكتبوا كده في الشات يا شباب عشان ايه نفكر مع بعض. انا كلينيشن، تمام، ممتاز، كاردياك فيلير صح، طالما بايلاترال ايه تاني؟ انشاطوا كده يا شباب، اكتبوا رينا صح، الدوبلر يوجوالي فري ابارت فروم شويه انترستيشال اديما صح، هايبو البومينيميا، هيباتيك، الرجيك، ممتاز ممتاز ممتاز. دي كده الاسباب. لذلك انا لو جيالي بايلاترال ليمب اديما الى حد ما، الى حد ما ببقى مطمئن، عدا في الانكولوجي بيشنت. اشمعنى؟ لانه هايبر كواجلابل ستاتس، ممكن يحصل له بايلاترال دي، ممكن، عدا السيكل سيل هايبر كواجلابل، عدا البريجنسي هايبر كواجل، يبقى الحالات اللي فيها هايبر كواجلابيلتي تمام ممكن يحصل فيها بايلاترال دي بي تي تمام. لكن ان جنرال البايلاترال تطمني سنه. لا تعالوا بقى على اليونيلاترال، وبرده عايزكم تكتبوا المره دي يونيلاترال ليمب ايديما اوف ريلاتيفلي اكيوت اونست. ايه اللي انا بدور عليه؟ طبعا دي بي تي للصبح، هاتوا لي الميمكس بقى بتاع الدي بي تي. لو ما طلعش دي بي تي، سيلولايتس صح، ليمفيديما صح وان كانت قليله، هيماتوما، لازم تستبعد، لازم تستبعد الضديات بتاعت الدي بي تي. طبعا ابسس بيكر سيست، مش مجرد بيكر صح كده الدكتور اللي كتب، رابتشرد بيكر، كومبليكيتد بيكر، ليمفيديما، ليبوديما او اسيمتريك لايبوماتوز، بس دي مش هتيجي في الصوره الاكيوت. ممتاز يا شباب ممتاز. طبعا لو معانا هيستوري اوف تروما هتدخل بقى المصل انجري، التندون انجري زي الاكيلس اند سو اون. فانت فكر ككلينيشن يونيلاترال ولا باي لاترال، وحط الاسباب الاشهر واستبعدها. وانت في الدي بي تي حاول تستبعد الهيماتوما، لان خلي بالك في حاجه اسمها سبونتينيوس كاف هيماتوما بتحصل لوحديها تمام. الكارثه انها ممكن تبقى كومبليكيتد بدي بي تي. فلو لقيت هيماتوم والعيان مثلا كاردياك، العيان ماشي على انتي كوابلين، حاول برضه تستبعد الدي بي تي. لو لقيت هيماتوما استبعد الدي بي تي تمام. هنتكلم دلوقتي على حته الفينوس دوبلكس. لما يجي لنا ارجنت في ثلاث نقط، الارتيريال اوكلوجن ماشي، ده مش هيعمل الى حد ما قول معايا سويلنج، ممكن يجي في صوره البين اكتر منه سويلنج الا لو كان ارتيريال اوكلوجن بوست تروما اللي هي بقى كومبارتمنت سيندروم. طيب انا هتكلم على ثلاث نقط في الارجنت فينوس دوبلكس، الدي بي تي كام كلمه عنه، بعد كده البيتفولز، بعد كده الميمكس. بالنسبه لنا احنا وخصوصا في المستشفيات الكبيره او بره مصر، عشان نقطه الميديكوليجاليتي، الدي بي تي يعتبر من الاستاديز اللي ممكن اعملها كمان كام ساعه، مش دلوقتي، مش ايميديت تمام، يعني within 24 hours ايوه، لكن مش ايميديت، مش as soon as possible. عكس الارتيريال اسكيميا، الاكيوت اسكيميا as soon as possible، دي حاجه ميديكوليجال. ولو انت في مستشفى كبيره والتليفون والحاجات دي ريكوردد زي المستشفيات العسكريه وكده تمام، الاسكيميا قول له ابعت العيان حالا طالما شاكك في اكيوت اسكيميا. اما لو دي بي تي قول له انا عايز الدي دايمر تمام، ده حقك، قول له انا عايز الدي دايمر.
ده هيساعدك. لو الدي دايمر اعلى من نص جرام بير مليتر تمام، انت كده غالبا دي في تي، لو اقل انت غالبا الميمك بتاعك. فاللاب بيساعدنا. انا قلت لكم ايه، الدكتور عباره عن 3 حاجات: كلينيكال، لاب، اند ايميجنج، مش حاجه واحده. طيب نتكلم على حته الاكيوت دي في تي اللي هي هيجي لك. اقوى علامات الاكيوت دي في تي مش مجرد النون كومبريسابيلتي. نون كومبريسابيلتي معناها غالبا دي في تي او واحده من الحاجات بالبيتفولز، تمام، هنقول عليها كمان شويه. لكن الفين اكسباندد، اكسباندد هو الفين المفروض، يعني مثلا هنا لو كومن فيمورال فين قد الارتري مره ونص مرتين من حيث السايز، لكن لو لقيناه قد الارتري 4 مرات 5 مرات شكرا، وكمان نون كومبريسبل اكيوت دي في تي. في علامه ثانيه يا ريت انتوا تكونوا شايفينها هنا، ايكوجينيك فانت، دي اللي بفضل اعيد وازيد فيها واقول لكم دي اهم علامه من علامات الامرجنسي في الالترا ساوند. طالما لقينا ايكوجينيك فات ايا كان، ايا كان الماتيريال تمام، او ايا كان الاستادي عفوا، يبقى انا بتكلم في اكيوت، اكيوت تمام. حته الانترنال كونتنت مش فارقه معايا، هايبو، ايزو، سلايتلي هايبر، مش هي دي اللي هتقول اكيوت تمام. acute means expanded تمام، وفي ecogenic fat around تمام. دي حاله انا قلت لكم، انا جالي مثلا 3 4 حالات امبارح، دي واحده من الحالات مطلوب لها فينس دوبلكس وشاكين مثلا في بين او شاكين في دي في تي، خلاص ايه اللي انت شايفه ده سوبرفيشال فيمورال، في ecogenic material ماشي حلو قوي. طب لو كانت هايبوكويك، هي هي السايز بتاعه تقريبا قد الارتري، فده اكيوت تو سب اكيوت، خليك كده ماليبل سن. هسال العيان انت عندك الوجع جالك النهارده، هيقول لك غالبا غالبا بقاله 3 4 ايام يا دكتور، لانه بيبدا الاول سايلنت بعد كده بيزيد مع الوقت، فده اكيوت تو سب اكيوت بسبب السايز مش مجرد بسبب الايه الكونتنت. وطبعا لو ركزتوا حواليه هتلاقوا ايه، ايه اللي حواليه ده، ايكوجينيك فات، ايكوجينيك فات، لا انت كده فعلا شكلك اكيوت تمام. فالسايز زائد الايكوجينيك فات اللي حواليه. طيب انت لقيت خلاص انا كده شخصت الحاله وزي الفل، مطلوب ايه مني في الدي في تي؟ مش مطلوب مني الديستال اكستنشن قد ما هو البروكسيمال اكستنشن. طالع لغايه فين؟ طالع لغايه السوبرفيشال فيمورال ولا الكومن فيمورال؟ طب لو لقيته كومن فيمورال كمل كمل، ما تقوليش انا بعمل لور ليمبو بس، كمل لغايه فوق، لقيته اكسترنال ايليك كومن كمل لغايه الاي بي سي، شوف البروكسيمال اكستنت بتاعته فين، لان هي دي اللي هتحدد هيبقى ميديكال ولا هعمل له انترفنشن واركب له اي بي سي فلتر. دي نقطه. النقطه الثانيه نبص على الحاله دي، انا عندي ثرومبس، والثرومبس يا نهار ابيض دي بتتحرك مع الفلو، دي كده ثري فلوتنج ايدج، دي كارثه، دي لو انت ضغطت عليها ضغطه صغنونه تك على البلمونري عدل. وحصلت، يمكن انا على مدى حياتي حصلت لي مره الحمد لله رب العالمين، كنت ساعتها لسه في مستشفى الهلال، اوضه الدوبلكس جنب الاي سي يو، احنا خدنا العيان من هنا لهنا على طول واحنا شغالين، لان كان العيان بيجسم الحمد لله اتلحق يعني. فنخلي بالنا من النقطه دي، الفري ايدج او الفري فلوتنج ثرومبس ممكن تحصل لها ديسلوجينج وانت شغال. انت لقيتها فري فلوت كفايه خلاص كده انا شخصت. فانت عندك 3 انواع من الترومباي، يا اما وول ادرنت دي بارشال اكلودنج، يا اما كومبليتلي اكلودنج، يا اما فري فلوتنج. الفري فلوتنج اخطر واحده فيهم، انت لازم تقول للكلينيشن واصله لغايه فين بروكسيمالي تمام، و هل فيها فري فلوتنج ايدج ولا لا. الاثنين دول هيتطلبوا غالبا لو هي اكستنسيف واصله للايلي اكس كده وفري فلوتنج، غالبا هتتطلب مش مجرد هوسبيتاليزيشن، لا هيركب بقى اي بي سي فلتر، يعني هيعوز انترفنشن. طيب ده الدي في تي الكلاسيك اللي ما فيش اي مشكله فيه، اللي كلنا بنشخصه، ودي بتعمل عيب وقت النيابه، ان انا خلاص انا بشخص دي في تي اذا انا بشتغل دوبلر. لا، انت ما تقولش على نفسك بشخص دي في تي غير لما تعرف البيت فولز كلها والميمكس كلها. واحد من ضمن الميمكس سهل جدا، يونيلاترال ليمب ايدينا وبين وريدنس، والريدنس واخد بالكم
ماشي ان لونجتيودينال فاشن، تفكروا في ايه؟ ايه اللي يجي في دماغكم وايه اللي بتدوروا عليه بمنظر زي ده كلينيكال؟ انا لسه ما لمستش العيان، جاوبوا هشات يا شباب. المنظر ده يخليكم تفكروا في ايه؟ ابسس، سيلولايتس، ثرومبوفليبايتس. زي الفل زي الفل كده، ممتاز جدا ممتاز جدا. وان كان طبعا خلي بالكم لينير فاشن هتروح اكتر ناحيه الثرومبوفليبايتس. الثرومبوفليبايتس ساعات بتتحس ككورد لايك ستراكشر، فلذلك لو انت لقيتها في عيان حط ايدك لو سمحت عليها حسها، هتلاقي كده ايه نون كومبريسبل كورد لايك ستراكشر، وهنا الونج الميديال اسبكت، وغالبا العيان بيبقى عنده فاريكوز. خلاص طيب انا يعني كده مطمن، تعال نشوف ده مثلا حاله من ضمن الحالات. ايه اللي موجود؟ ايكوجينيك فات حوالين اوكلودد فاريكوزس، ده كده على الفاريكوزس الونج الجريت سافينس وفيها اوكلوجن، علامه الاكيوت موجوده، لان انا مش هقول بقى سوبرفيشال ثرومبوس، لا ثرومبوفليبايتس. تمام، في اكيوت ايكوجينيك فات، ايكوجينيك فات قلنا علامه الاكيوت، انا مش شايف السكين مش سبكوتينيوس، كله عباره عن ايه؟ ايديما. طيب ما خلاص كده الحمد لله انا راجل زي الفل، هطمن الكلينيشن واطمن العيان، وات تو دو؟ نطمنهم؟ لا ما تطمنهمش. خلي بالك ان دي عباره عن ايه؟ فاريكوز. فاريكوز يعني المفروض بالدرين جوه الديب فينس سيستم، يبقى ممكن يبقى فيه بيرفوريتور. طب وايه يعني يا دكتور؟ اقول ايكوجينيك فات وثرومبوز سوبرفيشال فاريكوستس وثرومبوز، انا حاسس ان ده حتى مش بيرفوريتور، ده كونكتور او كوميونيكيتور اللي هو واصل بالسوبرفيشال بالمين ترانك. لازم تدور من فوق لتحت على اي بيرفوريتور. اشمعنى؟ لان لو في بيرفوريتور وبيبرفوريت الديب فاشيا وفي ثرومبس، خلاص كده تحول من سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس الى دي في تي. ايتس يعني انفلاميشن. تمام، يعني هيحتاج توبيكال تريتمنت، مش فاكر بقى الريباريل ولا الايمو، لو حاجه كده توبيكال ويروح بيته. ثرومبوزس من غير ايتس ده معناها انه قديم مقفول بقى له فتره طويله، هتلاقي ساعتها مفيش ايكوجينيك فات. تمام، حاضر حاضر. بصوا يا جماعه بصوا، تعال نرجع كده للخطوه. ايه اللي موجود؟ انا عندي هنا سوبرفيشال فين سواء كان مين ترانك او كان فاريكوز مقفول، خلاص انا متاكد ان هو مقفول، يا اما نقول عليه سوبرفيشال ثرومبوزس يا اما ثرومبوفليبايتس. الايتس هيحتاج تريتمنت، تمام، لان ده انفلين. اما الثرومبوز ده ممكن يكون حاجه قديمه، حاجه قديمه يعني ده مقفول من زمان. تمام، طب افرق ازاي بين الاثنين؟ مش مجرد الاوكلوجن، الايتوجينيك فات قلنا علامه الاكيوتس. طيب لقيت اوكلودد مين ترانك، لقيت اوكلودد فاريكوستس، لو سمحت هم دول بيديرين عن طريق بيرفوريتو، شوفوا مقفول ولا مفتوح. تمام، كده كده وقت الوصف بنقول سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس مثلا الونج الكذا في الحته الفلانيه. أنا آسف، لما تلاقي بيرفوريتور مقفول الحالة تحولت إلى دي في تي، بعد ما كان هياخد توبيكال تريتمنت وروح بيتك، لا هتلاقيني أجريسيف معاه ككلينيشن بقى، أجريسيف في التريتمنت بتاعته، هندي بقى ثرومبوليتيك، ممكن لو أنت طلعت حتة سيجمنت كمان دي في تي واضحة، لا ده ممكن هوسبيتاليزيشن وما تتحركش أند أند أند. فالموضوع هيبقى ايه؟ لا كبر، مش مجرد بقى سوبرفيشال ثرومبوفليبايتس. دي نقطه خلي بالنا منها اللي هي اسمها ايه؟ ساتسفاكشن سيندروم، بتحصل لنا كلنا بالذات طبعا الاصغر سن. اللي ايه الدايجنوزس؟ خلاص انت كده مبسوط وكتبته في التقرير، لا كمل الريليتد دايجنوزيس بتاعته. طيب حاجه زي كده، طب ما ده كده منطقه البوبليتيال، حلو يعني ده الشورت سافينس اوكلودد، طب خلاص يا دكتور ده ثرومبوزس كده في الشورت ساكنس يعني ما يقلقنيش، مش دي بي تي. لا ركز في الحته دي، ايه؟ ان الميديال جاستروكينيميوس فين بيفتح يا اما في السوبر في الشورت ساكنس يا اما فيري كلوز للسافينوبوبليتيال جانكشن، يعني اصلا ممكن الفين اللي انت شايفه ده يبقى ديب فين، يبقى جاستروكينيميوس، يعني ده دي في تي. طب افرق ازاي الشورت ساكنس من الجاستروكنيميس؟ تريس ديستال، لو لقيته طالع وبقى فاشيال
يعني في السخنس ترانك حورس اي خلاص ده شورت سخنس، اما لو لقيته داخل جوه الماسل يبقى ده جاستروكينس. دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، طب فرضا ان انا متاكد ان هو شورت سخنس، لازم تشوف الميديال جاستروكينس، لان واحده من ضمن الدرينج سايت انه بيفتح فيه، فممكن تلاقي الشورت سخنس مقفول وكمان الميديال جاستروكينس اتحولت الى دي في تي. العلاج مختلف، العلاج مختلف، تمام. دي نقطه. النقطه الاخيره بقى ان بيقول لك لو وصل لغايه الجانكشن، بالذات بالذات الجريت سخنس لو وصل سخن فيمورال جانكشن، او هنا بيقول لك الشورت لو وصل سخن وبليتيال جانكشن، بيعامل معامله الدي في تي، لان الثرومبس هنا سهل جدا تاكستند، تمام. فنخلي بالنا من الحته دي. طب ايه ده يا دكتور؟ ده بس كده، ده البوبليتيال الضخم ده قد البوبليتيال ارتي، البوبليتيال بين قد البوبليتيال ارتي مرتين، وايكوجينيك فات. شكرا، انت اكيوت ثرومبوز. شايفين بقى شويه دول اللي مقفلين دول، واحد منهم ممكن يبقى الشورت ساكنس، الثاني هيبقى الجاستروكينيوس فيس. خلي بالكم بيبقوا فعلا قريبين جدا من بعض. في نقطه بقى ثانيه، ان ممكن تلاقي الديب فينس سيستم كله بيتنت عدا الجاستروكنيميس والسوريال فينس، يعني ايزوليتد كاف ممكن تحصل معاك. فلو سمحتوا الشباب اللي بياخد حاله الدي بي تي في اقل من 5 دقائق ويقول لك انها سليمه ومش عارف ايه وكلام من ده، لا، لازم تبص على الجاستروكنيميس والسوريال فينس معاك، خصوصا طبعا لو ايه، لو الماشين تسمح بذلك. تعال نقول بقى شويه بيت فولز وابروتش للنون كومبريسبل بين. من ضمن الكرايتيريا بتاعه تشخيص الدي بي تي ان انا الاقيه نون كومبريسبل، حلو جدا. طيب وليكن ده هنا سوبرفيشال فيمورال ارتري، وهجيب عليه كذا مثال، ومع كل مثال هنفكر ايه اللي موجود هنا. يا جماعه انا ما كنتش بصراحه مظبط السرعه، فما حصلش كلر فيلينج للفين، حصل كلر فيلينج للارتري، دي تعمل لي بيت فول. بس تكنيكال انا اللي غلطان فيها. الارتري هنا غامق، الارتري المفروض يا جماعه يكون برايت. غامق دي معناها ان السرعه هنا عاليه جدا، طالما انا معلي السرعه مستحيل مستحيل اشوف اي كلر في الفين، وبالخطا ممكن اشخص انها دي بي تي. دي النقطه الاولانيه. طب النقطه الثانيه، انا بعمل كومبريشن نون كومبريسبل، طب ما يمكن دي في تي، صح؟ طب ما يمكن بيت فول. تكنيكال، يعني ايه تكنيكال؟ اقول لك عليه. علشان نكمبرس الفين لازم اضغطه اجينست عضمايه، يعني لو انا في البوبليتيال لازم اضغط من ورا اجينست مي، تمام. لو انا مثلا في السوبرفيشال فيمور لازم اضغط اوبليكلي اجينست الفيمر، تمام. مش بقى اجينست هنا النيه ممكن تطلع فيمر او تيبيا، لكن هنا اجينست الفيمر. طب لو انا في حته الادكتور كنال هقول لك هنعمل ايه. الضغط دايما يبقى مايلد تو مودريت بريشر، مش ماسكولر بقى واضغط بعافيه، لا، الضغط لازم يبقى في تي اس اونلي، الضغط لازم يبقى اجينست بون، حاجه زي كده. هضغط هنا هنا هنا، هتيجي بقى في الحته بتاعت الادكتور كنال، الفين بيبقى ديب، تيجي تضغط تلاقيك مش اجينست العظمه. طب نعمل ايه؟ تحط ايدك تحت الفليش ده، تمام، وترفع اللور ثاي بايدك وتضغط اجينست ايدك، تمام. او الحل البديل تاكزامن من البوبليتيال وتطلع لفوق، اسمها بوتوم اب تكنيك. يبقى مش مجرد بقى من فوق بس، لا، بوتوم اب، من تحت لفوق. فاول بيت فولز عندنا ان انا ممكن اقول ده دي بي تي ويطلع سليم نتيجه ان انا مزود الكلر فما خدش كلر فيلينج، او نتيجه ان انا بضغط اجينست سوفت تيشو مش اجينست بون، فيتهيأ لي انها نون كومبريسبل. تاني حاجه، لا دي الكلاسيك بقى بتاعنا، العيان عنده اكيوت بينفول سويلنج والفين ماله نون كومبريسبل، انا مش محتاج كلر، ده اكسباندد قد الارتري 3-4 مرات، ده كمان في ايكوجينيك ماتيريال، شكرا. سواء بقى في كلر ما فيهوش خلاص كده، ده كده ترومبس، يبقى ده الدي في تي الصريح بتاعنا، تمام. يبقى اول حاجه نون كومبريسبل، افترض ان انت غلطان، غلطان يعني تكنيكال. تاني حاجه دي في تي. تالت حاجه بقى الميمكس بتاعت الدي في تي، وليكن جاي ابص عليها بالبي مود، انا لقيت، انا طبعا اللي عامل الحته دي يعني مسود الدنيا شويه، او عامل شويه ايه ايكوز، لكن ده كان بين كويس. طيب فرضا ان اللون ده هو اللي ظهر معايا، ده ممكن يبقى سلاجش فلو، ما يبقاش دي في تي. بس انا جيت اعمل كومبريشن يا دكتور بصراحه لقيته نون كومبريسبل،
نون كومبريسبل وفي سلايت ايكوز، طب مش دي كده دي في تي؟ ممكن. الفين مش قد الارتري مرتين ثلاثه، ما يمكن سب اكيوت. حط كلر، حط كلر وانت مقلل ايه السرعات. الله، ده في كلر على الرغم ان كان مثلا في شويه ايكوز، لكن في كلر حلو. على الرغم انه نون كومبريسبل، لكن في كلر كويس. يا ترى ايه اللي بيعمل كده؟ ايه اللي بيزود البريشر جوه الفين ويخليه نون كومبريسبل مع ان في فلو؟ واحده من الحاجات ان انا ابقى ضاغط على الفين. دي برضو كانت حاله مثلا قابلتني امبارح، لور ليمب ايديما في واحده بريجننت، مشهوره جدا مشهوره جدا، غالبا ان شاء الله رب العالمين هتطلع كويسه. ده بسبب ايه؟ لو الرحم ليفو روتيتد يعني مايل ناحيه الشمال، هتلاقي الفين الشمال الايليك الشمال مضغوط، هتلاقي اللور ليمب الشمال كلهم نون كومبريسبل. تمام؟ اوكي. طيب برضه لو ضغط ناحيه اليمين هتلاقي العكس اللي هي الديكسترو روتيتد. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ فرضا العيانه جايه برايت لور ليمب ايديما لو وهي بريجننت سكند، او الافضل بقى والاكثر يعني شهره ثيرد تريمستر، نعمل ايه؟ ميل العيانه على الناحيه الثانيه. اشمعنى؟ انا عايز اليوترس يدلق الناحيه الثانيه، يبعد عني خالص، يخف البريشر على الالياك اللي في الناحيه اللي هي الورمه. تمام، هسيبه دقيقتين ثلاثه اري اكزامن، هتلاقي الدنيا بقت النون كومبريسبل بقى كومبريسبل، السلاجش فلو بدا يتحسن معاك. يبقى نعمل ايه في الحوامل اللي عندهم لور ليم ايديما وانا مش متاكد دي في تي ولا لا؟ ميلها الناحيه الثانيه، خليها تميل كده ايه الناحيه الثانيه، وطبعا الليج تبقى فليكسد بقى وكده، اللي هو الوضع الايه بتاع الفينس اكزامينيشن العادي جدا. فدي خدعه ممكن تحصل لنا مع السيدات الحوامل، لكن طبعا طبعا السيده الحامل هايبر كواجولابل، وبالتالي لازم استبعد الدي بي تي. على فكره ودي حاجه قابلتني كتير، ممكن الليمب اللي هو سوولن يبقى فري، والليمب التاني اللي لس سوولن يبقى هو اللي فيه دي بي تي. يعني طب اعمل ايه؟ قبل ما تبدا في الست دي بص على الانكل على الناحيتين، لقيت انترستيشال إديمة اعرف ان الباثولوجي موجود بايلاترال، شكيت في دي بي تي على ناحيه، بص على الناحيه الثانيه لو سمحت. تمام، اما لو لقيت يعني الدنيا فري خالص وكده مفيش مشكله. طيب واحده من ضمن النون كومبريسبل ايه هي؟ ايه ده خبر ابيض، ده الرجل مورمه ومحمريه ومش عارف ايه وكلام من ده. تمام، والفين مفيش فيسيسيتي، مفيش ريسبيراتوري موديليشن، واضح ان في قفله فوق. ممكن يكون في بروكسيمال دي بي تي، ممكن، وممكن تكون الكونديشن دي المشهوره اللي الواحد ما كانش يعرفها وهو صغير، حاجه اسمها مي تيرنر سيندروم. يو سي وات يو نو، يو سي وات يو ريد، يو سي وات يو ار لوكينج فور. انت عارف الباثولوجي ده هتشوفه، مش عارفه هيبقى قدام عينيك ومش هتشوفه. المي تيرنر سيندروم الاسم الثاني له ليفت كومن ايليك بين كومبريشن سيندروم. ان الاورطه هو بيتقسم بيديني ليفت كومن ايليك ارتري ورايت كومن ايليك ارتري. الرايت ارتري ممكن يضغط الليفت فين، وبالتالي الدرينج ما يبقاش كويس في الناحيه دي، فيبدا يحصل استجنيشن وممكن يؤدي الى دي في تي فورميشن. تمام، وبالتالي في حاله احنا كنا جايبينها وانا بدرب الناس في الفيوم العام، كان الدكتور احمد للنوم ربنا يبارك له، كانت بنت عندها 14 سنه والدوبلكس مطلوب لها فينس دوبلكس مره قبل كده تقريبا نورمال، اتعاد تاني برضه مطلعينه نورمال. احمد لمون ساعتها قال ايه؟ قال ما نبص على الليفت كومن ايليا فين. بالفعل بالفعل انا مش فاكر بقى هي دي ولا لا، بس كان الحته دي كومبريست. هنا يا جماعه ده التقسيمه بتاعه الاورطا، رايت كومن ايليك ارتري وليفت كومن ايليك ارتري. الرايت فين حلو جدا، الرايت كومن ايليك فين كويس، لكن الليفت مفعوص سنه، مش لازم ما تلاقوش خالص، انت في بعض الحالات مش هتلاقيه، وبعض الحالات هتلاقيه كومبريست، وبعض الحالات هتلاقي فيه هنا اليزنج. تمام، لكن النورمال انه يتقسم كده من غير اي كومبريشن، ما يتلاقيش الرايت كومن الياك ارتري فاعص الفين اجينست السباين. تمام، فهنا مثلا ادي الرايت موجود وزي الفل، الليفت مفعوص، الليفت تقريبا انا مش شايفه، وممكن في بعض الحالات تلاقي شويه كولاترالز موجوده في الحته دي. تمام، فمن ضمن الاسباب ان انا الاقي نون كومبريسبل بينز في الليفت لور ليمب بالذات، الليفت لور ليمب، ان انا يكون عندي مي تيرنر سيندروم. تمام، طيب
واحد من ضمن الاسباب برضو الثانيه، الفين شكله كويس بالبيمود لكنه نون كومبريسبل وفيه كلر. الله، يبقى برضو ممكن يكون ايه البريشر زايد. الحاله اللي فاتت كانت مي ترنر، الحاله اللي قبليها كانت بريجنسي، الحاله دي معاها انترستيشيال اديما عنيفه. واجي ابص بقى على البالسد ويف، انت متاكد ان ده فين؟ ايوه، ده كومن فيمورال بهذا الشكل، ده السوبرفيشال فيمورال، ده البوبليتيال، دي اسمها ترانسميتد كاردياك بالساتيليتي. كده اكساجيريتد ترانسميتد كاردياك بالساتيليتي، وبالتالي دي بتقول لك ان في رايت سايدد هارت فيلير، هو اللي مزود البريشر جوه الفين وعامل لي بقى الاديمه وكده، هو اللي عامل نون كومبريسبلتي. يبقى العيان ده فور كاردياك اسيسمنت، مش مجرد بقى تكتب التقرير بتاعك وبس، انت هتقول له ما فيش دي في تي تمام، لكن في فايندنج بترجح ان في كاردياك ديزيز تمام، واطلب له بقى كاردياك اسيسمنت. واحد تاني من ضمن الاسباب ان انا ايه نون كومبريسبل والفين كان اليزنج، طب ما تزود شويه الكلر، طبيعي انه يبقى اليزنج في الارتري لان ده هيبقى اسمه فينس ستادي، وبالتالي مظبط السرعات قليله، لكن مش متوقع. ايوه يا شباب، المي ترنر ممكن اول بريزنتيشن تبقى بثرومبس، بس هتلاقي بقى الثرومبس في الحاله دي طالعه لغايه الكومن ايليك فين، ممكن ما تشوفش الكومن ايليك فين بس هتلاقي الاكسترنال ايليك كله ثرومبوزد. طيب نرجع تاني للحاله دي، هنا نون كومبريسبل وفي كلر اليزنج في الارتري مش مشكله، لكن اليزنج في الفين يعني سرعته عاليه، طب نعلى بالسرعه شويه اليزنج في البين، نعلى بالسرعه شويه اليزنج في... لا ده كده بقى سرعات عاليه جدا. اول ما تلاقي المنظر ده اسال العيان، انت في حادثه معاك قريب ولا لا؟ انا ممكن ده انا كان مثلا من حوالي اسبوعين ثلاثه حصل فراكشر نيك واتصلحت وكلام من ده تمام، او الحاجه الثانيه بقى انه لسه عامل قسطره قلب. طب لما بيعملوا قسطره قلب سلدنجر تكنيك فيمورال ابروتش، بيخرم واحد اثنين ثلاثه، تلاقي سو انيوريزم، تلاقي ارتيريو فينس فيستلا، بالذات طبعا لو ايه لو مع حد لسه نوت ويل تريد هتلاقيها كتير، هتشوفها انت كتير لو في مستشفى بتعمل قساطر كتير، هتلاقي الكونديشن دي كتيره هتقابلها مره واثنين وثلاثه. فدي كده ارتيريو فينس فيستلا، حتى لو ما شفتش السايد بتاع الفيستلا لانها بتبقى صغيره، بس انا بشوف الايفكت بتاعها اللي هي ايه؟ طبعا هنا جايبين يعني ان ممكن تشوف الفيستولا نفسها، بس دي مش كومن، الكومن انك تشوف الافكت. الافكت ايه؟ الفين يا جماعه ايه ده؟ ده ارتيريالايزد فين، والارتري بقى لو ريزيستنس ماركت انكريزد في الفيلوستي. لو ريزيستنس وانكريزد فيلوستي دي اسمها ارتري فيدنج فيستولا باتر، زي اللي بنشوفه مع الدياليسيس فيستولا. اول ما تشوف كده في الارتري والفين بروكسيمال للمكان بتاع الكومبريشن، للمكان بتاع الفيستولا تمام، الا كده بتشخص الفيستولا. طب ديستال ايه اللي هيحصل؟ ديستال ممكن العيان يجي فينس دوبلكس نتيجه لور لمب اديم، لان الفين ديستالي مش عارف يعدي مكان الفيستولا، مش عارف يعمل درينج كويس، الرجل بتورم او الارتري بيتسحب منه، بيحصل ديستال اسكيميا، فالفيستولا دي بتبقى صغيره لكن ممكن يبريزنت فينس دوبلكس نتيجه لور لمب اديما وسسبكت دي بي تي، arterial duplex نتيجة بوست انترفنشن acute limb ischemia، فممكن تجي لنا بالشكل ده او الشكل ده. حلوة، يبقى انا عندي كذا احتمالية للنون كومبريسبل فين، مش كلهم دي في تي. طب واحدة من ضمن الاحتمالات، رجل مرمة جدا جاي ابص على او اعمل كومبريشن مش عارف، بحاول مش عارف، او رجل فيها سيلولايتس، او رجل فيها لمفيديما، ايه اللي بيحصل؟ الطبقه دي هتمنع الكومبريشن، وخلي بالك هتاتينويت الالترا ساوند، ممكن اصلا تلاقي الكالر فيلينج وحش جدا سواء ارتري او فين. فنخلي بالنا هنا مثلا كان في اير فورم يعني اورجانيزم وكده، فسواء كانت اديما او انفكشن، في المرحله دي انت ممكن لو سيجنيفيكانت اديما ما تقدرش تعتمد على الكومبريسابيلتي لانك مش هتعرف تعمل. فدي الحالات على قد ما يعني قدرت اجمعها اللي تلاقي نون كومبريسابيلتي للبين، ان ممكن تكنيكال انت ما تضغطش صح، او دي بي تي نفسه، او ممكن بقى البريجنسي، المي ترنر، الارتيريو فينس فيستولا بالذات البوست انترفنشن، الكاردياك بيشنت، او الماركت ايديما. نيجي تاني لسؤال من ضمن الاسئله ونركز بقى يا شباب مع بعض، unilateral lower limb swelling
ركز بقى، ده سويلنج مش مجرد إديمة، يعني انا عارف ان الإديمة هتبقى مور ديستالي، لكن انا حاسس ان الكاف ريجن مورمة شوية برضو. ها يلا نفكر في ايه، تنس ليج صح، كليبل ترناوني هتلاقي معاها فاريكوز محترم، مش هتيجي كده وخلاص. والكليب الترناوني يوني لاترال هايبرتروفي، الرجل بالكامل هتلاقيها كبيره، بيكر او رابشرد بيكر او ابسس، يبقى لازم نسال العيان ده حاجتين، في ريسنت تروما ولا لا؟ اشمعنى ريسنت تروما؟ يعني كان شاب صغير وبيلعب، او واحده ست وهي بتطلع على السلم اتوجعت حاجه، ترقعت ولا حاجه، تمام دي التروما، اركن بقى على جنب. ايه اللي عايز تساله تاني بقى؟ الحته بتاع الانتي كواجوليشن، الديزيز، الثيرابي، تمام، كاردياك ولا لا، ديابيتك ولا لا، كاردياك ممكن يحصل له سبونتينيوس هيماتوما عشان الانتي كواجولنت، الديابيتك يحصل له الابسس فورميشن عشان اللو اميونيتي، تمام، انترا ماسكولار هيمانجيوما مش هتجيلنا في صوره الاكيوت الا لو حصل عليها ثرومبوزس، ريسنت ثرومبوز، ودي برافو عليك دكتور احمد، واحده من ضمن البوسيبيسيس يمكن مش كومن شويه، تمام. اوكي برافو عليك يا، طيب دي واحده من الحالات اللي جات لي برضو امبارح، 50 سنه، كان اوبيز والرجل اليمين مورمه شويه، استبعد لي دي بي تي لو سمحت. حاضر. الكومن فيمورال طبعا، يعني انا استخدمت الكونفكس لغايه البوبليتال وتحت، زي ما انتم شايفين طبقه فات يعني محترمه، لا حرج ان انت تستخدم الكونفكس في الحالات اللي زي كده. في بعض العيانين الاوبيز جدا او الاديمه انا بوصل بالكونفكس لغايه منطقه الانكل ريجن. اوكي طيب، احنا عندنا هنا الكومن فيمورال كان زي الفل، خلي بالكم كان يعني لايف بقى، كان في فيزيستي يعني انا شبه متاكد ان هو كويس. البوبليتيال كان زي الفل برضو، طبعا البين هنا بيبقى سوبرفيشال للارتري. وصلت لغايه البوستيريو تيبيال الدنيا زي الفل، والعين عندي شويه انترستيشال اديما. الفكره بقى هل كده كفايه؟ لو انت قلت انا عملت الاستادي، انت فعلا عملت الاستادي وطلعت نو دي في تي، ماشي كلام سليم، ده بفرض ان انت بصيت على الكاف ريجن، على الكاف بينز، تمام، على الجاستروكنيميس والسولير. فانت لو قلت كده وحاله الدي بي تي فعلا ما خدتش معايا 5 دقائق، انت ضريت العيان، لان اللي هيحصل من الحاله دي ايه؟ ان الكلينيشن هيقول غالبا العيان ده طالما ما عنديش اي سبب ليونيلاترال لور ليم اديما، غالبا ده ال 15 الى 20% اللي بيبقى اوكالت دي بي تي والدوبلكس ما بيجيبوش، وبالتالي ممكن يدي العيان ايه؟ ثرومبوليتك ثيرابي مثلا لو دوز. ايه اللي هيحصل؟ هقول لكم حالا. انا قمت مكمل على، خلي بالكم بقى هنا دي البوبليتي ريجن، انا مش شايف البيكر، البيكر موجوده بس ميديالايزد شويه، لاترالايزد شويه للمكان ده. لما استخدمت اللينير بروب، انا عايز برضو، انا عايز اعرف ايه سبب الاديم، تمام. لو هنا بقى خلوا بالكم الكلمه دي كلينيشن اكشن، لو انا قلت له نو دي في تي وشويه اديمه وبس، بقول لك ممكن يدي ثرومبوليتك، العيان ده هيتضر. طب لا انا بصيت على البوبليتيا باللينير وميديال ولاترال، يعني مش مجرد بقى ال اس ال اس وتي اس بس كده، سيست وفيها كونتنت اب نورمال ومش عارف ايه، كومبليكيتد بيكر. انا كملت مع الحاله واتصلت بالكلينيشن، لان العيان ده يعني عايز يتفتح ويتنضف، مش مجرد يتفتح بس، لسه بتكلم، قلت له ايه العيان ده الحمد لله ما فيش دي بي تي، طيب كويس، قلت له بس عنده بيكر سيست، قال ولا حاجه، يعني انا لسه ما كملتش كلام، يعني البيكر بالنسبة له ولا حاجة، يعني روح خلاص على كده. لا أنا قمت مكمل، قلت له بس لما كملت البيكر بقى خلصت مثلا في عند البوبليتيا، لكن كان ليها ديل ساين، الديل ده ماشي ما بين السوبرفيشال كومبوننت والديب كومبوننت، يعني اسمه اي بي ماسكولار او سب فاشيال، دي كده الجاستروكنيميس. ايه ده مكمل على الكاف ريجن، تمام، يعني كده شكلها كومبليكيتد. لا مش كفايه، ما تقولش كومبليكيتد، لان كومبليكيتد ممكن يبقى انتراسيستيك هيموريدج رابتشرد وكمان كاف هيماتوما. تخيلوا دي البيكر، انا عامل هنا حاجه اسمها بانوراميك فيو، البيكر دي كانت الطول بتاعها 5 6 سم، بعد كده فيها ديل وكل دي كاف هيماتوما حوالي مثلا 9 سم ولا 10 سم بقى مش فاكر، كانت كبيره جدا، الفوليوم بتاعها عالي جدا،
فكملت له قلت له لا خلي بالك ان انا عندي ماسكولار هيماتوما قايسه كذا وكذا، قال لا ابعته لي. المانجمنت اختلفت. لو انت قلت ما فيش دي بي تي ووقفت، العيان ممكن يعني ياخد ثرومبوليتك، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ دي هتزيد جدا، تدخله الكومبارتمنت سندروم، ممكن يفقد الليمب لا قدر الله. تمام، خلي بالكم، لان في حاجه برضو تانية ممكن يتغلط فيها. ايه هي الحته دي؟ لو انا لسه في مرحله ما قبل الهيماتوما، يعني انا شفت المكان مثلا رابشر او ما شفتش الرابشر لانها صغيره، تمام، وشفت المنظر ده. المنظر ده عباره عن ايه؟ لينير هايبوكويك ستراكشر. ودي حصلت انا معايا شخصيا، ربنا يبارك له استاذي الدكتور احمد عبد الفتاح، اداني بوكس طبعا في كتفي كالمعتاد، وقال لي ايه ده؟ قلت له ده دي في تي. قال لي انت كده ضيعت العيان. تمام؟ يعني ايه؟ ما هو ده مش دي في تي، ده كده هيماتوم. لو انا قلت انه عليه ان دي في تي شيت لايك هايبوكويك، ماشيه ساعات بتبقى بتوين الماسلز، لو انا قلت عليها دي في تي ايه اللي هيحصل؟ ترومبوليتك. تاني يوم ولا تالت يوم هتلاقيها قد الوحش، العيان دخل في كومبارتمنت سندروم، ارتريز وفين راحت، الليمب راح، يا نهار ابيض. فخلي بالكم يا شباب من الحتت دي. استبعدت الدي بي تي، هات الميمك. جبت الميمك، شوفوا كومبليكيتد ولا لا، اهم حاجه في هيماتوما ولا لا. الحاله دي بقول لك كان جايه امبارح، يعني انا الدي بي تي قابلتها امبارح، والهيماتوما برضو قابلتها امبارح، والبريجنسي قابلتها امبارح. فالحاجات دي ديلي يوزز، الباسكول ايمرجنسي بتقابلنا كل يوم. دي حاله بقى كانت زمان بقى، عباره عن ايه؟ واحد يعني كان بيلعب كوره ولا مش عارف ايه، ولقينا ايه؟ فلويد ما بين الميديال جاستروبنيميوس وما بين السوليال. تخيلوا بقى المنظر ده. طب ما يا دكتور ما يمكن ده فين وكلودد. فعلا لو انا حد صغير انا هقول عليه الدي بي تي، بس خلي بالك ده فين، يبقى لازم يكمل مع فين، يبقى لازم يطلع من فين، الكونتينويشن بتاعه جوه مصر بعد كده بيخلص. والمفروض لو هو بالال اس لونجيتودينال، لو كان فين كان هيبقى بالتي اس راوندد، لكن هنا بالتي اس برضه ايه مساحه. دي هيماتوم. الهيماتوم اللي بتيجي ما بين الميديال جاستروبنيميوس والسوليال في اللور اسبكت، وممكن تبقى ضربه الميديال جاستروبنيميوس، طب مش دي انجري للماسكوتندينال جانكشن؟ ممكن ده لو معاها حته فليش صغيره ما بين الاثنين، لا دي مصل، دي بلانتارس. تمام، انا مش عايز اقول لك بلانتارس رابشر ولا تير، مش عايزك يا سيدي وانت في البدايه توصل لنوع التروم، انا عايزك بس تقول ان دي هيماتوم، عايزك تقول ان في فلويد كولكشن ما بين المصل الفلانيه والمصل الفلانيه، مش دي بي تي، مش دي بي تي. تمام، فدي فعلا الديفرنشال بتاعنا هنا، اللي هي الايه، بلانتاريس رابتشر او اللي هي الانجري الماسكو تندينا جانكشن تنس ليك اند سو. طيب، واحده من ضمن الحالات، واحد كان بيلعب كوره بعد كده حس بوجع والرجل ورمت، في ايفيدنس الهيماتوما ولا لا؟ ما فيش، بس انا موجوع، بتطلب لها فينس دوبلكس، هي المفروض تطلب لها ماسو سكيلتن. ايه اللي بيحصل في الحالات دي؟ الفاشيال بلين تك اتقطع، حته من المصل بقت هيرنيت، دي اسمها مصل هيرني. يعني انا شفتها برضو كذا مره، من ضمنها مره كان في السكرتير بتاعي. تمام، واحلى حاجه بقى في الحاله دي كلينيكالي العيان هيشاور عليها بصباعه، فلذلك لو الكلينيشن اورينتد بيها هيطلب ماسكو سكيليتال، لو الكلينيشن مش اورينتد بيها هتلاقيها جايه لك فينس دوبلكس. تمام، فلذلك يا شباب لو سمحتم ركزوا في نقطه ال هل يونيلاترال ولا بايلاترال، هل الكلينيشن كاتب داتا ولا مفيش داتا، هل شاكك ناحيه الدي بي تي ولا الميمكس، وخد طبعا هيستوري بقى انت. يعني ايه ده انا لازم اكون كلينيك؟ ايوه انت لازم تسال اسئله كلينيكال. تمام، اوكي. طيب الابر ليمب ايديما يا ترى فكر في ايه؟ لا انتوا بقى اللي تساعدوني المره دي بقى. انا احنا هنا بنتكلم مثلا فينس، وهتكلم شويه على الارتيريال عشان حته الوقت، لكن انا دلوقتي ابر ليمفيديما بتيجي لوحديها يا دكتور امير، دي بي تي ثرومبوفليبايتس، انا عايز كلمه هيستوري من العيان او العيانه. برافو، تراسيك اوتليت سندروم صح، بريست سيرجري، بريست كانسر، سوبيريو فينيكافال اوبستراكشن، انت ركبت قسطره ولا لا، انت دياليسيس ولا لا، الله عليك الله عليك، كومبارتمنت سيندروم تروما، برافو، انتوا كده جبتوا الحاجات كلها. يبقى طالما ابر ليمب تمام، اسال العيان في داليسيس في الحته دي؟ لا يا دكتور
ده انا لسه هعمل. الله، يبقى انت مركب قسطره. اه انا مركب قسطره في الرقبه، تمام، يعني سنترال بين اوكلوجن، تمام. آه، طب مع الاديمه دي انت عامله اي عمليه يا مدام؟ اه يا دكتور، ده انا كان في كانسر بريست وسيرج. حلو، يبقى انا بتكلم على اثنين. ايوه، ده انا عندي اصلا برونكوجينيك كارسينوما وخدت تريتمنت، ده ممكن يكون سوبيريور فينا كيفال اوبستراكشن او يعني اونكولوجي بقى بيشنت وكده، تمام. لا، ده انا يا دكتور كنت بتعالج، كل ما ارفع ايديا لفتره وانا بسرح شعري ايديا توجعني، انزلها تبقى قديمه، ثوراسيك اوتليت سيندروم، وهكذا. حته هيستوري صغير هيساعدنا، تمام. برافو برافو. دراج ادكت، دراج ادكت، ومش دراج ادكت وبس، الناس بقى اللي بتحقن عشان العضلات وكلام من ده، اللي هي الانابوليك، فواحد ممكن دراج اديت يحقن دراجز، او الانابوليكس اللي بيحقنها ساعات بيحقنوا في البايسبس وتكون بقى ايه، ابسس ودي في تي اند سو. برافو عليك، برافو عليك، تمام. انا مش هاخد يعني في الحتت دي، انا بس بقول الديفرنشال. لا، انا عايزكم تفكروا ككلينيشن، لان انا مش هقدر اجيب كل الصور واغطي المنهج، بس طريقة التفكير، أنا عايز أنقل لكم طريقة التفكير، تمام؟ أوكي. طيب، المرة دي بقى لور لين بين، لور لين بين بتجيلنا كتير جدا أرتيريو فينس، اعرف إن ده برضو مش فاسكولار سيرجري، أنا مش هطلب الديفرنشال هنا، لأن هنا هيبقى ما بين الفينس وما بين الأرتيريال. حاجة من الحاجات المشهورة هو الوجع ده فين؟ الوجع ده لاترال، الوجع ده مش عارف إيه، هتلاقيه سياتيكا. بتيجي كتير قوي قوي، او الوجع ده حوالين الركبه وتلاقيها ست كبير، اوستيو ارثرايتس. انا بقول لك انا مش هطلب الديفرنشال، لان هنا ماسكو سكيليتال ونيورو كتير جدا مع البين، طبعا اوي فروم التروم، تمام. لكن انا المره دي بقى هتكلم على اكيوت بين ومعاه كولدنس، تفكر في ايه؟ لا، انا عايزكم بقى دي بقى اللي ايه، اللي تتكلموا معايا، ومش مجرد تفكر في ايه، ايه الاسئله اللي بتسالها، ايه النقطه اللي تهمك في الحاله زي كده. سامحوني ان انا بدخل كلينيكال اكتر منه ايمجينج، انا مش مصوراتي. سموكينج، حلو جدا. الايدج بتاع البيشنت، تمام. هايبرتنسيف ولا لا، ماشي. كرونيك ديزيز، ممتاز جدا، يعني فيه دايابيتس ولا لا. سموكينج مع يانج ايج، كاردياك علشان الامبولاي، وهكذا. بين اون ووكينج، كلوديكيشن، ممتاز ممتاز. هل البين موجود هنا ولا فوق؟ لان لو البين موجود في الكاف ريجن، ده الكلاسيك بتاع الاثيروسكلروز وكده. طب لو موجود في الثاي، طب لو معاها امبوتنس، تمام، انت بتتكلم في الريش، وهكذا. كم سؤال بتخلصهم، زائد طبعا سن العيان. انا مش هفكر في الديابيتك او الاثيروسكلروز لواحد عنده 20 سنه، انا هبدا ادور على امبولاي، انا هبدا ادور على حاجات تانية زي البرجر، افاسكولايتس اند سو اون، تمام. طيب، ده واحد كان عنده 70 سنه ويك ديستال بلسيشن، فانا ممكن اعمل حركه بسيطه كده في بدايه العيان، ببص على ديستال الاول عشان اعرف الحاله دي هتاخد مني وقت طويل ولا لا، لو انا عندي ليست الحالات بقى وكلام من ده. فبصيت على الدورزاليس بيديس او البوستيريو تيبيال وانا عامل فلو سنسيتيف، مفيش. الله الله الله. الثاني مثلا كان دروزيس بيس، ده بقى البوستيرور تيبيال، مفيش. الله، ده كده مفيش كولر، يعني الاثنين مقفولين. الكلينيشن بيقول لي ويك بلسيشن مش نو بلسيشن، طب اعمل ايه؟ اضرب لك حته بلسد ويف، البلسد ويف على فكره ادق، تمام. طيب، المهم انا كده حاسس ان الدنيا مقفوله خالص، تعمل ايه؟ لا، ابدا بقى، انا هدور كده على افلاتين ما. خلي بالكوا العيان ده عنده كام سنه؟ 70 سنه. 70 سنه، ما ممكن يبقى ديابيتس، ما ممكن يبقى انسيتيو ثرومبوزس باثيروسكلروتيك بليكس. ابدا الاستادي بتاعتك. بدات الاستادي بتاعتي وانا برضو ايه، فلو سنسيتيف ميجرز، اللي هو السرعه قليله والكالر جين معليه شويه. الكومن فيمورال بالبايفوركيشن مقفولين. الله الله الله، لا ده انا كده لازم اطلع لفوق، تمام. وهل دايابيتس ولا لا؟ لو انت لقيت الماسلز التكشر بتاعتها كويسه، غالبا مش دايابيتس، وحتى لو دايابيتس كنترول باي ذا واي، تمام. فانا طلعت فوق شويه عند مستوى الجنكشن ما بين الكومن فيمورال والالياك، لقيت ايه؟ ايه ده يا شباب؟ المنظر ده امبوليك ولا ثرومبوليك؟ وليه المنظر ده
ده 70 سنة، امبوليك ولا ثرومبوتيك وليه؟ هي دي الكلمة اللي هتهم الكلينيشن. امبوليك لانه شارب، ادهيرنت للوول، ماشي. في كلمه انا عايزها بقى، بص على الانتيما، بصوا على الانتيما، ريلاتيفلي هيلثي ريلاتيفلي. هي طبعا في شويه مايلد ثيكنينج لان ده اولد ايج، اللي هو ايه انسيجنيفيكانت اثيروسكلوتيك تشينجز، فانا بكلم انها ريلاتيفلي هيلثي انتيما، ما فيش عليها بليكس، ما فيش عليها الكالسيفيكيشنز والتيكنينج الجامد اللي ممكن يعمل لي انسيتيو ثرومبوزس، يبقى دي جايه من حته ثانيه. تمام؟ بالاضافه ان بيقول لك يعني لو الزاويه دي اكيوت ممكن تبقى امبوليك، لو كانت اوبتيوز يبقى متكونه جوه ثرومبوتيك، بس انا اهم حاجه عندي هي الهيلثي انتيما. الانتيما فعلا كويسه، يبقى دي والبلاد فلو باي ذا واي، طالما امبوليس هتلاقيه داخل ايه؟ داخل في جوانبها، يعني كانها فري فلو. تمام؟ بس بتبدا هنا او بتقفل هنا، هي بتقفل دايما عند الجانكشن، عند البايفوركيشن، فده الاماكن بتاعت الامبولال. تمام؟ وهتلاقيها بقى حصل بروباجيشن للثرومبوز. فدي كده امبوليك، يعني العيان ده 70 سنه خلاص، ده يا اما كاردياك يا اما عنده اورتيك انيوريزما وبيبعت ثرومبا، يبقى لازم تعمل ايه؟ ابدومينال الترا ساوند، بص على الاورطة. تمام؟ فده كده كان امبوليك في اللور ليم. التركه بتاعتها هيلثي انتما ايا كان العمر، لو طفل صغير ده كاردياك ديزيز، حد ميدل ايج برضه هيبقى كاردياك ديزيز، اولد ايج فكر في كاردياك او فكر في اورتيك انيوز. طيب اكيوت ابر ليم اسكيميا يونج ايج تفكروا في ايه يا شباب؟ انا برضو عايز كلينيكال، فكر في ايه؟ اكيوت ابر ليم اسكيميا، جزانا الله وياك، اكتب في الشات لو ريلاتيفلي يونج ايج وابر ليم سموكينج نسال عليه. صح 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 دراج، صح جدا. على فكره ابر ولور، يعني السموكينج ابر ولور، لان اللي انت بتتكلم في برجر تكياسه، صح جدا صح جدا، خلاص انت كده شخص. تمام تمام، برافو عليك برافو عليك. والرينودز بالذات لو ايه، لو في ميل. ممتاز يا جماعه، ممتاز ممتاز كده، انتوا زي الفل، حلو. طيب تعالوا نشوف مثلا، ده كان واحد ابر ليم كان يونج ايج، البوبليتيال هنا على الليفل بتاع البوبليتيال مقفول، والاستراكشر ده ايه؟ الاستراكشر ده مالتيبل فاسيكلز، خلاص ده الميديان نيرف. هتقولي طب فين الفينز؟ لما بدور على ارتري انا بضغط بالبروب عشان الكالر فلو بتاع الفينز ما يعمليش كونتامينيشن للايمج، لانه ساعات بيخبي على الارتري، فانا اقوم ضاغط عشان الفينز تختفي، فما يتبقاليش بقى غير الارتري، والارتري المفروض نان كومبريسبل، لكن الارتري فيه ايكوجينيك كونتنت، وطبعا مع السرعات القليله ده كده بريكيال ارتري مقفول. طلعت فوق شويه هيلثي انتما، بس انت امبوليك هيلثي انتما، بالاضافه ان الابر ليم الاثيروسكلروزيس فيه اقل، مش هفكر في اثيروسكلروزيس في الابر ليم، هفكر في الباسكولايتس. تمام؟ هفكر برضه بالبرجر اند سو اون. الانترافينوس دراج ادكت باي ذا واي، يعني للاسف ريلاتيفلي مشهوره وشفت منها حالات كتير، تيجي لك اكيوت ليمب اسكيميا وهتلاقي معاها يعني سيفير انفكشن في المنطقه بتاعتها. تمام؟ بالاضافه اصلا هتلاقي يعني دم بقى على الهدوم وكلام من ده يعني. في الحالات اللي زي كده تعمل ايه؟ طالما انت ابر ليمب تبص على البروكسيمال فيسلز، هل في فاسكولايتس؟ غالبا مع الفاسكولايتس ممكن تلاقي بقى اكستنسيف ثرومبوز. هل في بروكسيمال انيوريزمال دايلاتيشن؟ هل في ثوراسيك اوتلت سيندروم ولا لا؟ كومبريشن وستينوزس وكده. تمام؟ وطبعا اسك فور كاردياك ديزيز. ممتاز. دي حاله كان رفعتها قبل كده على الفيس، 23 سنه جايب اكيوت ليمب اسكيميا. 23 سنه، انت عندك كاردياك ديزيز يا فلان؟ لا يا دكتور. انت بتدخن بزياده شويه؟ بصراحه يا دكتور الشغل ومش الشغل ومش عارف ايه. بتدخن من وانت عمرك قد ايه؟ ده انا من وانا عندي 12 سنه علبتين في اليوم. خلاص انا داخل وانا عارف التشخيص. تمام؟ طبعا الحاجه الثالثه اللي هي الدراج ادكت بيبان عليكم.
فانا عندي هنا واضح ان في مثلا كان انفكشن بقى وكلام من ده، سيبك من الليمف نودز، الكالر بتاع الارتري كان كويس لغايه اوب اقفش. انا عارف ان الانتما هيلثي، الانتما هيلثي او ريلاتيفلي هيلثي، طب ما يمكن امبوليك. بص بقى الكالر مش جاي على الجنب، الكالر جاي في النص، الكالر مش جاي على الجنب، الكالر جاي في النص. فدي حته تفرقه ان دي اكتر ناحيه ثرومبوتيك مش امبوليك، وكمان في كولاترال واثنين وثلاثه، ما يمكن برضو امبوليك يا دكتور. كمل، انا كده داخله معايا في الديفرنشال الامبوليك لا حرج. اوكي ماشي، كملت لغايه الانكل، واضح طبعا ايه البارفا ستاردس. طيب الليمب اسكيميا في حاجه اسمها انكل بيك سيستوليك فيلوسيتي اندكس، بنجمع سرعات الانتيريو تيبيال والبوستيريو تيبيال ونقسمهم على اثنين، لو الاثنين مجموعهم اقل من 25 كريتيكال، ده فعلا كريتيكال ليمب اسكيميا، بس كده الكولاترال اللي موجوده مش كافيه، هيعود بقى باي باس ولا ولا ولا. طيب الكلينيشن عايز السبب، يعني ده كده ناحيه الامبوليك، كمل الاستادي بتاعتك. وانا في البوبليتيال لقيت المنظر ده، ده ارتري بس انا مش عارف مين الارتري ده، كولاترال. شايفين المنظر ده؟ حد يعرف اسم الكولاترال ده ايه؟ ازرق واحمر، ازرق واحمر. اكشوالي الكولاترال ده كده ازرق واحمر، يعني بلاد فلو قاعد يجي ناحيه البروب ويمشي، يجي ناحيه البروب ويمشي، ده اسمه كورك سكرو كولاترال. برافو برافو، كورك سكرو كولاترال ده تقريبا دايجنوستيك للبرجر ديز ثرومبو انجايتس اوبليترانس. دي حاله يعني من البراكتس برضه، تمام. الكلو بتاعها غير اليونج ايج، تمام، اللي سموكينج من الهيستوري طبعا ابر او لور زائد الكورك سكرو، وليها طبعا درجات احنا مش بنصدد النقطه دي، تمام. اكيوت ابر ليم اسكيميا، عفوا بقى انا مش عايز بقى ابر، انا اسف، لور ليم اسكيميا، طب ما دي العاديه بقى بتاعتنا، تمام، وكمان معاها جانجلين، اعتقد يعني هتبقى دي الحاله بتاعت امبارح، تمام. وات تو لوك فور، ده سؤال ليكم يا شباب. اول ما لقيت بقى جانجلين، الاول بقى نقطه حته الالسر، انا عندي الدايابيتيك السر هتطلع تحت، تمام، الارتيريال السر تطلع في الاريا بتاعت الليج، الفينس السر هتطلع الونج الفاريكوستس، فانت ممكن اصلا لو في السر انت ممكن تفكر فيها كلينيكال وايز، لكن انا هنا عندي جنجرين. جنجرين الكلينيشن عايز يعرف ايه؟ ده ديابيتس، عايز يعرف ارتيريال اوكلوجن، صح صح، بس خلي بالكوا بقى الليفل، صح جدا، ايوه صح يا دكتور مفتاح. وات ايلس؟ هو للاسف هم مش عايزين يعرفوا دي، ده انت اللي عايز تعرفها وتكتبها لهم. هقول لكم بقى معناها ايه، لان هي دي اللي هتفرق معانا. اول بدايه ده برضو عيان من بتوع امبارح كده، دي رابع حاله كده جات لي امبارح، ثلاثه فينس واحده ارتيريال، بعد كده في اثنين ثلاثه كده كاردياك او اسمه عفوا كاروسيت كانوا نورمال. هنا الاكشن حسب اللي انت بتكتبه، الاكشن بتاع الكلينيشن حسب اللي انت بتكتبه. هو الكلينيشن بيقول سيبتيك امبولاي، صح 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 طبعا، جانجرين للتوز ورابط الرجل ورابط التوز ورابط منطقه الانكل. انا قلت لهم بس فكوا لي الدريسنج من على الانكل، بصيت لقيت فيه ليمف نود، ده ليمف نود كبيره واحده واثنين وثلاثه، يا عم طنشهم موجود. لا ما تطنشهمش، ليمف نود كبيره معناها ان انت داخل على انفكشن محترم، برافو عليك يا دكتور مفتاح، دايابيتك، يبقى ممكن يكون اوستيومايلايتس، يعني قصه كبيره مش قصه صغيره، تمام. فالليمف نود دي بتتطلب فيرزر اكشن منك بس في الاخر. طيب تعال نكمل، انا بصيت زي الكل يا جماعه، ده كومن فيمورال، ايه الحلاوه دي، 100 سم بير سكند وتراي فيزت، البوبليتيال ضعف شويه، وانت شغال ركز، الفيمورال في هنا بليك وفي هنا بليك تاني وفي السر، ما يمكن الالسر دي بعتت لي امبولس، تمام، او بعتت لي يعني حته شاور وعملت لي اوكلوجن، ممكن لو عيان تاني غير الدايابيتس ممكن، تمام. المهم هنكمل، تعال نكمل، منطقه البوبليتال ادي الارتري وادي الفين، كان شويه سلاجش فلو، وادي كمان النيرف اللي هو التيبيال نيرف. اذا انت بتشوف النيرفات بكله؟ لا مش في كله، النيرف اللي يفرض يعني نفسه عليك، تمام، ده كده نيوروباثي. وهقول لك حاجه كمان، المفروض هنا يعني ده كده البوبليتال ارتري وده كده جينيكولار برانش يعني كولاترال كبير،
شايفين الماسلز اللي حواليها هايبر ايكويك، لدرجه ان انا طلعت بالتيبيا نيرف لغايه لما بقى سياتيك، كل الماسلز بتاعت الحته دي اسمها اللي هي السيمبرونوزس والسيمي تندونوزس والهامستريك كلهم ابيض. ده كده نيورو مايوباثي او مايو نيوروباثي، ده البريفرال نيوروباثي بتاع الدايابيتس. العيان ده ما عندوش احساس في رجليه، يعني في كارثه تحته هو مش حاسس بيها، طالما لقيت النيرفات بهذا الشكل انت داخل على مقلب. يعني انا عندي ليمف نود محترمه وعندي كمان نيوروباثي في مقلب تاني غير الارتري. البيرونيال كانت طبعا سرعته قليله، هنا يا جماعه ده البيرونيال وده البوستيريو تيبيال. البوستيريو تيبيال يا نهار ابيض، ده شكله هيطلع كريتيكال ليمب اسكيميا. هات لي الانتيريو تيبيال. الانتيريو تيبيال وهو رايح على الانكل، يعني رايح على الدورزاليس، لا بصراحه كويس سرعته حاجه و60. لما تجمع الاثنين مع بعض البوستيريو تيبيال عند الانكل والانتيريو تيبيال، هيطلعوا مجموع الاثنين وتقسمهم 44 او 43 مش فاكر بس الرقم بالظبط، مودريت اسكيميا. يعني بمعنى اصح انا خلصت الاستادي. انت خلصت الاستادي يا دكتور الحمد لله اهو، وطلعت ان عنده مودر اسكيميا، هيرجع للكلينيشن ايه الاكشن؟ لو في جنجرين في صباع هيعمل له امبيوتيشن للصباع وخلاص على كده. ايه اللي حصل؟ انت برضو طيرت العيان منك. الله، طب ما انا عملت الارتيريال، انا بقول لك انه عنده نيوروباثي وعنده ليمف نود محترمه، يبقى كفايه نوت انف، ده دايابيتس نوت انف. ايه اللي انا عملته؟ حاجه بسيطه جدا، بصيت على الانكل. كل اللي انا عملته بصيت على الانكل. حد يقول لي ايه اللي موجود؟ تشخيص. انا عايز تشخيص، وتشخيص يعني كارثي. انا عملت له اكس راي باي ذا واي. انا عشان قلت اوستيومالايتس كله متجه على الاوستيومالايتس، لا العظم كويس هنا يا جماعه. العظم كويس، لكن في حاجه تانية، ده هواء، كل ده هواء، ده مش بون ديبري، تمام؟ ده نيكروتايزنج. انا عايز اسمها ايه؟ تمام. شايفين يا جماعه؟ تعالى ده كده فيديو اهو، تربت فلويد وهواء بيتحرك جواه، تربت فلويد وهواء بيتحرك جواه، طلع على الماسلز بتاعت يعني تقريبا دي في الحته دي، يعني كانت من هي ميديال اكتر بقى، ميديال وطالعه لفوق. ده مش طالعه لفوق بس، ده طالعه لفوق قوي، بس خلي بالكم بقى من الخدعه دي. شايفين ايه ده؟ ده الهواء كمان في الابر ليج في الديب ماسلز، اطلع لغايه انا هنا كانت تيبيا من فوق، شايفين النقط الهواء دي؟ يا نهار ابيض، الماسل جروب اللي موجوده في الحته دي اللي هي تيبياليس بوستيرو وفليكسور هالوشز وكده، الاسم الاصح نيكروتايزنج سوفت تيشو انفكشن، مش نيكروتايزنج فاشيتس. فاشيتس يا جماعه يعني فوقه بس، يعني اعمل سيرجيكال ديبرايدمنت للحته دي وخلاص على كده، لا، ده انت قلت له انها في الماسلز الديب. الكلينيشن اكشن ممكن يكستند، بدل ما هيبقى لا قدر الله امبيوتيشن تحت، لا امبيوتيشن فوق. فخلي بالكو انت كده غيرت المانجمنت تماما، في حين ان انت لو قلت له ارتيريال دوبلر مايلد اسكيميا ولا مودريت اسكيميا ومشيت العيان هيعمل امبيوتيشن لدي، بعد كده ايه؟ ظبط نفسك وروح وظبط السكر، ايه اللي هيحصل؟ اكستنشن للانفكشن، العيان ممكن يروح منك. ده كده نيكروتايزنج سوفت تيشو انفكشن بيندنجر اللايف نفسها. فخلي بالكم لو سمحتوا، عيان الدايابيتس دور على النيكروتايزنج سوفت تيشو انفكشن، مش مجرد نيكروتايزنج فاشيتس، دور على الاوستيو مايلايتس، الحاجات اللي ممكن تضيع العيان خالص. فالعيان الدايابيتس مش الارتيريال سيستم بس، لو سمحتوا يا جماعه كل العيله دي. بصه سريعه، انا بقول لكش خد ساعه، بصه سريعه، لقيت ليمف نود، لقيت النيرفات كده، لقيت الماسلز كده، دور على الهواء، دور على الكوليكشن، دور على الاوستيو مالتس. احنا هنكتفي كده بالقدر ده، احنا كده اتكلمنا في الاساس على البريفرال فاسكولار ايمرجنسيز اللي بتجيلنا يوميا. انا جايب لكم اربع حالات والله جات لي امبارح، فالحاجات دي بتيجي يوميا.